السلام عليكم، اكيد دايرين؟ اتوحشناكم بزاف. اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. والله الا فرحانه اليوم اننا غادي نعاودوا نتلاقاو. والله الا كيجينا حال بحال الا اول مره غنصور فيديو، بحال اول مره ندير شي فلوغ. مي فريمون توحشناكم، وتوحشنا الهضره ديالكم، وتوحشنا الطاقه الايجابيه ديالكم. الفيديو اللي غتشوفوا اليوم تصور فاش انا باقا في المغرب. هادي تقريبا المهم شحال هادي فكما كتشوفوا انا كاينه في الامارات، وكنت مخلي هذا الفيديو حتى الوقت المناسب باش نشارك معكم هذا الشيء اللي غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو. بلا ما نطول عليكم، تفرجوا وخليوا لي تعليقكم في الاخر، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو والله يفرحكم. هذا الشيء اللي كاين، كنموت عليكم، تفرجوا في الفيديو. سبحان الله، شوف انا ماشي بالعكس، عارفه القدره الالهيه وعارفه ان ربي قادر يستجب لنا اي دعاء بغينا. ف يعني انا ما حطيتش في بالي، كنقول اوكي انا كندعي. وسبحان الله تفاش مشيت للعمره، مشيت بنيه انني يعني مشيت بنيه النيه ديال انني نحمل والتوام، يعني كندعي الله كنقول يا ربي ترزقني التوام، يا ربي ترزقني التوام. ف يعني رغم انه كان دعائي، ولكن استبعدت الفكره، لاني اول ايكوغرافي درتها كان خرج لي فيها غير واحد الساشي اللي كنبان فيها. غنوريكم، ها هو الايكوغرافي الاولى كنبان غير ساشي واحد. دونك صافي، من موراها انايا بشي تقريبا 10 ايام هي فاش عاودت هاد الايكوغرافي، وتما في لقات الطبيبه جوج ديال الساشي، يعني الثاني ما بان على تقريبا على اسبوع باش بان. الله، ف صراحه فرحه لا توصف، والحمد لله الحمد لله. وهذا ميساج لاي واحد كيتمنى شي حاجه، ما يقنطش من الرحمه ديال الله، لانه ربي راه كيسمع وكيستجب الا كان دعاء خالص وكانت نيه خالصه. فغير تمنوا وغير طلبوا من الله داكشي كتبغيو. ف انا هنا الدكتوره قالت لي راه صافي كاينين دو ساشي، ولكن راه خاصنا نشوفوهم واش غيتطوروا بجوج، لان في البدايه ديال الحمل بعض المرات يعني واحد 50% من الحالات ما كيتطوروش.
الساشي الصغير يا اما كيبقى هكاك ما كيكبرش. فمهم قالت لي هي على العموم قالت لي اسبوع ديري وعاود رجعي عندي. فما عرفتش الصراحه امتى غادي نحط لكم هالفيديو، امتى غادي نانونس لكم هاد الفرحه. بصراحه ما عرفتش، غنخلي الموضوع ان شاء الله كل حاجه بوقتها. مي انا دابا كنصور محدي، انا كاينه في المغرب وماما راه باقي كاينه في العمره. ما تخيلوش الفرحه ديال ماما النهار فاش قلتها ليها، فاش قلت ليها على حساب التوام. ماما كانت معنا النهار فاش عرفت انني حامله. على فكرة أنا عرفت أنني حاملة نهار عيد الحب، نهار 14 شهر 2، إلا بقيتوا عاقلين. الليلة قبل فاش كان هداني الزوج ديالي السيارة لغد ليه سبح الله العظيم، يعني ربي شوف بغي يفرحني بجوج هدايا. والقصة كيفاش تا جاتني الفكرة أنني باش نمشي ندير تيست، والله العظيم زعما انا ما كنتش حاطه في بالي نهائيا. ما كنقول لا مستحيل، لانه يعني مورا فاش رجعت من العمره عرفت راسي انني ما حاملاش. فصافي يعني خلاص قلت يمكن فيها خير، لانه في العمره كنت كنقول يا ربي يا ربي نمشي حامله من العمره، يا ربي نمشي حامله من العمره. وسبحان الله ما عرفتش واش انا غنكون حملت من تما، لانه بزاف ديال الناس قالوا لي انه كاينين حالات، والطبيبه قالتها لي ان السيده رغم انها كتكون حامله وكتجيها الدورة الشهرية. ف ما عرفتش من صراحة واش انا كنت حاملة ملي جيت من تما، ولا سبحان الله يعني في المدة اللي قبل ما يمشي راجلي الامارات تما فين حملت. مي سبحان الله ربي ربي كبير. انا غنوريكم الاوديو ديال انتوما نهار سجلتو، نهار 14 فيفري، نهار 14 في شهر 2. فقت قلت لماما جيبي لي التيست. شفت لي ماما التيست اللي هو كان اول تيست ديال غروسيس هو هذا، فدرتو عطوني جوج شراطي راه ما تخيلوا راه ما تصدقتش. وريتو ليهم بقاو كيقولوا لي مبروك، قلت لهم لا ما يمكنش مستحيل. قلت لماما والو غتديها للفرماسيان، هزات ماما مسكينه كتجري مشات للفرماسيان. كنا ديك الساعه حنا في كازا اللي بقيتو عاقلين، كان عندي لافونت بريفي ديال كازا اللي كنا فيها 3 ايام. فمسكينه ماما جايه، شوفوا انا سجلت اوديو قلت نخليه، وهي نيت فاش صيفطو لراجلي هنا جات فاش ماما راجعه كتدق حلينا ليها. سبحان الله كانت اجمل هديه لينا في هذاك النهار والله العظيم. سبحان الله سبحان الله، شي واحد الفرحه واحد. رغم انه راه نتوما عارفين يعني راجلي صيفط لي السياره النهار قبل، والفرحه باش حسيت يعني باش عرفت انني حامله راه لا تقارن لا بالفرحه ديال السياره لا بالفرحه ديال اي حاجه نكون حققتها قبل في حياتي، والله العظيم لا تقارن. راه شي حاجه اللي كبيره بزاف والله العظيم، سورتو انا ما كتكونيش يعني حاطه في بالك شي حاجه وكتوقع. وعاد الفرحه الثانيه نهار اكتشفت انه عندي دوساك اللي هما ان شاء الله يقدروا يتطوروا يوليو يعني بقاو، لان هما دوساك سي تاجغرا فيهم كل ساك فيه جنين يعني توام. فكنتمنى من ربي ان شاء الله انهم يتطوروا. واخا يعني الطبيبه دابا هي كتقول لي راه 50% من الحالات ما كيتطوروش، ولكن حنا نتمنوا الخير ان شاء الله. وحتى الزوج ديالي نهار قلتها يعني في البلاصه كما هذا اتصلت به وسجلت فويس رين نوريكم. الو انا كنت ستريس. اش اخبارك؟ اش اخبارك؟ الحمد لله. انت قريب السياره؟ Thank you.
لك واش انت قريب للسيارة. اوكي تطلع. I want to tell you something. I want to tell you something. I can't believe it. Allah. هو براسكم ما نصدقش ما نصدقش. ف سبحان الله شوفوا ربي باش كيبغي شي حاجه راه واخا والله العظيم زعما سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقى لي والو ان شاء الله غادي نمشي عند راجلي ان شاء الله الامارات ما غنبدا حياتي جديده كما غتكونوا شفتوا في الفيديوهات اللي غنكون حطيت لان غنكون حطيت فيديوهات قبل من هذا الفيديو فاش غنكون مشيت للامارات. دونك اي ويل ستارت ا نيو لايف نيو بيجينين. كنتمنى انه ربي يثبت لي الحمل ديالي ويبعد عليا الاذى ويبعد عليا كل شر. وان شاء الله غنشارك معكم جميع 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 التفاصيل ديال الحمل ديالي ان شاء الله. المهم كداك الشيء اللي ان شاء الله غادي يدوز في هاد 9 شهور ان شاء الله غادي نحاول نشاركو معكم. ودعوا لي بالخير وبثبات الحمل ان شاء الله والله يحفظنا يا ربي انا والجنين ديالي والزوج ديالي. الله يحفظكم حتى نتوما يا ربي واللي كتمنى شي ذريه صالحه الله يسقها لكم. وشكرا شكرا شكرا والف شكر لكاع الناس اللي كانوا كيدعيو معايا. كاين الناس كانوا دعاو معايا من القلب الخالص وكيقول لي عافاك صوفيا بلا ما تزربي بلا ما هذا ما عرفتيش الوقت شنو مخبي عليك وانا كنت حسيت خلاص خديت القرار انني غنتبنى. وسبحان الله حتى قبل ما نجي المغرب فاش كنت في دبي قبل ما نتلاقى مع راجلي كاع يعني كانت الفكره هو انني كنت غنتبنى يعني مش غنتبنى غنتكفل بورده بنت خالي يعني خلاص خديت القرار قلت لماما يعني صافي نجي المغرب نحاول نهضر مع خالي ونهضر مع ماماها يخليوها ليا الا بغات تعيش معايا في مراكش يعني نسكنها نقريها في احسن مدرسه وتكبر معانا. وطبعا هي راه مع والديها في نفس الوقت وقت ما عندها العطله وكذا. فهذا هو كان هذه هي كانت الفكره وهذا هو كان القرار. وشوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش ربي اصلا كان يعني موجد لي هادشي كامل. وحتى يعني قبيل كاع من الورده كنا مشينا لطنجه انا والوالده ديالي مشينا للخيريه وبدينا كنسولوا وعطونا بزاف ديال الشروط. وسبحان الله تما قلت لماما غير حبسي قلت لها شوفي فاش هاد الخير هكا تعكس قلت لها والا فيها حكمه من الله عز وجل. قلت لها دابا غنحبس الموضوع ديال التبني ولا التكفل غنخليه. قلت لها تنشوف قلت لها لانه هادشي تعكس يعني راه ما عرفتش ربي شنو مخبي. وفعلا فبفضل اكيد الفضل كيرجع لله عز وجل والدعوات ديالكم كذلك ودعوات الام ديالي مسكينه الله يخليها ليا والله يحفظها وان شاء الله الله يجيبهم على خير. هما باقي في العمره هي ونهيله انا كنصور لكم هذا الفيديو باقي لهم تقريبا 5 ايام وغادي يجيو ان شاء الله. فحاجه اللي كاين هذا الفيديو ما تصورش يعني ما تحطش لكم فوقته ولكن على الاقل حاولت نشارك معكم شي حاجه اللي الاغلبيه ديال الناس عرفتهم غادي يفرحوا ليا. فكنت كنتمنى ربي يسقكم نفس الفرحه واللي كيتمنى